السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم برضو عايزين زي ما احنا اتفقنا، الهدوء هيجيب لك درجات والتركيز هيجيب لك درجات. التوتر والحاجات اللي بتحصل في الساعات الأخيرة دي هتشتت المعلومات اللي عندك، فبقدر الإمكان خليك هادي جدا جدا. والحمد لله زي ما قلت لك في بداية الحلقة، أنت منهجك صغير تقدر تراجع عليه كتير، ما تضيعش منك ولا درجة، ما تضيعش منك ولا درجة، وتقدر إن شاء الله بإذن الله وتطمنوني كلكم بعد الامتحان بمشيئة ربنا. تعال نخش على شغلنا على طول. السؤال اللي جاي ده بيقول لك إيه؟ ظلل الدائرة ذات الرمز الدال على الإجابة الصحيحة أبرمت للاتفاق على حرية الملاحة خاصة في الأنهار الصالحة للملاحة. مين بقى؟ معاهدة باريس. أمال إيه اتفاقية الكواز دي بتاعت الراعي؟ طب إيه معاهدة ماسترخيت دي بتاعت الاتحاد الأوروبي؟ طيب معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة؟ لا دي خلاص بالنسبة لك كانت حلف من الأحلاف وتلغى. أمامك خريطة لمصر، وضح مدلول الأرقام. بص على خريطة مصر لحظات كده وهقول كلمة وبعدين هرجع. بقول لحضرتك أنت ساعات في لو أنت بتحل امتحانات قديمة بتلاقي أسئلة غريبة كده، فالأسئلة دي ما تخضكش، ممكن تكون في الجزء اللي اتلغى وممكن تكون في المنهج القديم وأنت بتحل من كتاب قديم ما تعدلش فيه حاجات، فبالتالي ما تقلقكش. أنت الأسئلة دي شوف اذا ليها اجابه عندك في كتاب المدرسه ولا ملهاش، ولو ملهاش خلاص يبقى تريح دماغك منها، لمهم على بعض الاول وبعدين شوفهم كلهم مره واحده، ما تقعدش كل شويه توتر نفسك وترجع تاني. خلينا نخش على خريطه مصر. مصر خلي بالك من الخرائط المهمه جدا جدا جدا، لو عايز يسهل الامر عليك هيجيب لك خريطه مصر لان تقريبا كلنا حافظينها. تعال نشوف رقم واحد، الدول المجاوره لمصر او الدوله المجاوره لمصر جنوبا. الدوله المجاوره لمصر جنوبا تبقى دوله السودان. طب اللي بيفصلنا عن السودان دايره عرض كام؟ 22 شمالا. طيب منطقة مياه داخلية ومشاور رقم 2، تعال بص كده رقم 2 فين اهي، ومشاور بالسهم على الحتة دي، ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه خليج. ايوة السويس يا حبيبي، خليج، شايفك وانت بتتلخبط، السويس الاطول اللي هيكمل بقناة السويس يا حبيبي. طيب رقم 3 حد فلكي، الحد الفلكي ده خلي بالك رقم 3 اهو، خط طول 25 شرقا. طب ما هو ده حد فلكي برضه، بس 22 دي دايره عرض 22 شمالا. في واحد نفسه يسال دلوقتي يقول لي شمالا ازاي وهي في الجنوب؟ اقول له حبيبي شمال خط الاستواء، شمال خط الاستواء، ودي شرق خط جرينتش. اه خلي بالك وركز كويس قوي. طب حد سياسي طبيعي، وحطيت لي رقم 4 هنا، يبقى البحر المتوسط. رقم 5 مدينه حدوديه، مدينه طابا. مدينة طابة رجعت بالتحكيم الدولي. عايز اسألك سؤال، لو قلت لك مثلا ان الخليج ده اسمه خليج ايه؟ هتقولي خليج العقبة. طب ماشي، البحر الأحمر، البحر المتوسط لسه قايلين عليه، مدينة السلوم، مدينة رفح، جبل عوينات، مدار السرطان، بحيرة السد العالي أو بحيرة ناصر، دي الحاجات، حلايب، دي الحاجات اللي تسأل عليها في خريطة مصر. فأنت لو خبيت الحاجات دي وبدأت تجرب تجاوب مرة اتنين تلاتة خلاص أدي خريطة بالنسبة لك خلصت، اللي بعدها واللي بعدها وهكذا. المساحة الكبيرة للدولة في السلم والحرب، لو عندك مساحة كبيرة سواء في السلم والحرب مفيدة ولا مضرة؟ تعال نشوف. والله فيها إيجابيات وفيها سلبيات. طب إيه الإيجابيات وإيه السلبيات؟ كل الشباب تركز كويس قوي. لو قلت دلوقتي عندي مساحة دولة كبيرة، في وقت السلم زيادة الثروة المعدنية لتنوع التركيب الجيولوجي، يبقى زيادة الثروة المعدنية لتنوع التركيب الجيولوجي، لما عندي مساحة كبيرة يبقى احتمال ان المعادن تبقى كتير عشان التركيب الجيولوجي انواع مختلفه. زياده الثروه المعدنيه وزياده عدد السكان لاستثمار الموارد، لو عدد السكان زاد هيستثمروا الموارد اللي موجوده. ده في السلم. في الحرب، في الحرب بقى تتيح تبني نظريه الدفاع بالعمق، وتتيح تبني ابعاد المصانع والسكان بعيدا عن المناطق المهدده بالعدوان. نقول كمان مره، زياده تتيح. طب بص على الاجابه كده، ايوه زيادة اهي، زيادة الثروة المعدنية، تنوع التركيب الجيولوجي، احتمال، ماشي زي روسيا والصين، زيادة عدد السكان لاستثمار الموارد، تتيح ابعاد المصانع والسكان، وتتيح تبني نظرية الدفاع بالعمق. لو الدولة مساحتها صغيرة او المساحة سوري كبيرة بس عايز سلبياتها بقى، السلبيات بتاعت المساحة الكبيرة صعب جدا السيطرة على اطرافها المترامية، وفي نفس الوقت التنمية والتطوير تحتاج لجهود ضخمة جدا، لو عايز تعمل شبكة مواصلات هتاخد زمن طويل وهتاخد جهد كبير قوي. ما المقصود بالنفتة؟ تجارة حرة أمريكا الشمالية، منظمة التجارة الحرة لدول أمريكا الشمالية اسمها نفتة، اختصار طبعا نفتة. أوكي، تجارة حرة أمريكا الشمالية، تجارة حرة أمريكا الشمالية ده معناها النفتة. عندي سؤال،
هو ينفع مصر تنضم للنافتا؟ ايه ده، هو ده ممكن سؤال يجي. اه، في رأيك، في وجهة نظرك، ما تقييمك، هل يجوز ان تنضم مصر لاتفاقية النافتا؟ النافتا دي فيها مين؟ دول مين يعني؟ دول الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، دول في النافتا. هل مصر ينفع تعمل معاهم تكتل اقتصادي ويتبادلوا مع بعض؟ لا، مش هينفع، لأن مفيش اتصال أرضي بين مصر وأمريكا. ومن عوامل نجاح التكتل وقيامه الاتصال الأرضي. دول الاتحاد الأوروبي ينفع؟ طب ينفع مثلا، ما هو في دول مفيش اتصال أرضي ما بينها، بيبقى كل العوامل التانية موجودة، بيبقى حاجة بس استثنائية دي. إنما الاتصال الأرضي والمستوى السياسي والاقتصادي حاجات كتير قوي، لا هتمنع طبعا دخول مصر الاتحاد الأوروبي، وتمنع مصر أشهرها الاتصال الأرضي. أنا لو سألك عليها النافتا، بص إيه؟ التجارة الحرة بين دول أمريكا الشمالية. طب ماستر خيط اتحاد أوروبي، بص كده اللي جايين دول، السؤال بيقول إيه في الجزئية دي؟ لو جالي السؤال العادي اللي أنا بقوله ده، بما تفسر تعتبر التكتلات الاقتصادية ظاهرة حديثة ومن أهم المتغيرات على الساحة العالمية، ما العلاقة بين الحرب العالمية الثانية وبين التكتلات؟ بص، ترجع بدايتها للقرن، خلي بالك، العشرين، وزادت سرعة الدخول إليها بعد الحرب العالمية الثانية. طيب، تكاد تغطي التكتلات الاقتصادية خريطة العالم، هل هي كتير ولا قليلة؟ كتير جدا ومنتشرة في خريطة العالم. الأدلة اهي دلل على صدق العبارة، هتقول له ماستر خيط للاتحاد الأوروبي، وبعدين الإيبك، التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي، مجلس التعاون دول الخليج العربي واتحاد المغرب العربي، الكوميسا دول شرق وجنوب أفريقيا، النافتا تجارة حرة لأمريكا الشمالية. وحد الله، ظل الدائرة تستمد الدولة قوتها الاقتصادية من عدة عناصر، ركز في دي عشان هضيف لك عليها معلومة. الدولة بتستمد قوتها من عدة عناصر، معلش أنا وأنتوا كده تعالى نفكر أوت أوف ذا بوكس ونقول إيه؟ قاعدين مع بعض بندردش ببساطة كده، قلت لك عايز أعرف الدولة دي قوية اقتصادياً ولا لأ؟ تعرفها من عناصر، إيه العناصر اللي تعرفك الدولة قوية ولا لأ؟ تنوع الموارد، الدولة بتعتمد على الزراعة أحسن ولا تعتمد على زراعة وصناعة؟ ولا دولة تعتمد على زراعة وصناعة وتجارة وسياحة؟ يبقى تنوع الموارد. وقدرة السكان على استغلال الموارد، ما ممكن يكون في موارد بس ما فيش سكان قادرين على استغلال الموارد. ومدى امتلاكهم للتقنيات الحديثة. ماشي؟ والميزان التجاري اللي هي العلاقات، الصادرات والواردات، وقدرة الدولة على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كل دي عناصر تقول لك الدولة دي قوية اقتصاديا ولا لا. مين فيهم اللي موجود هنا؟ مدى امتلاكهم التقنيات الحديثة وهو كذلك. طب ايه العناصر دي؟ ممكن تقولهم لي تاني عشان عايز اكتبهم يا مستر؟ اهو يا حبيبي. تنوع الموارد، كفاءة السكان في استثمار الموارد، مدى امتلاكها التقنيات الحديثة، ميزان التجاري اللي هو صادرات والواردات، مقدرة الدولة على الصمود وتحقيق الاكتفاء الذاتي لو عايز تصورهم. مهمة. طيب، لو جيت أقول لحضرتك دلوقتي على سؤال تاني بيقول إيه؟ مصر دولة عظيمة وعريقة بدأت حضارتها منذ آلاف السنين، كما أنها تحاول أن تنهض في الوقت الحالي لتواكب متغيرات العصر. دي حقيقة. في ضوء دراستك وضح المقاومات الطبيعية والبشرية التي تمتلكها مصر وتمثل عناصر قوة لها. ايه المقاومات الطبيعية والبشرية اللي مصر بتمتلكها بتمثل شكل من اشكال القوة لمصر؟ احنا قلنا العناصر الطبيعية الموقع وماشي، وكلمنا على قناة السويس موقع استراتيجي وموقع البحر بوجهتين، وقلنا كل المقاومات اللي تدي مصر قوة. انا مش هكتبها تاني خلاص، بس انا عايز اركز على الجزء البشري. احنا عندنا عدد سكان مناسب جدا، بس لازم عدد السكان ده يكون عنده تعليم، يكون عنده تكنولوجيا عشان يكون قادر على استغلال الموارد. تمام؟ تعال نشوف شهادة خريطة العالم السياسية، ظاهرة الاستقطاب العالمي في النصف الثاني من القرن العشرين، في خمسينات القرن العشرين. وحد الله، هقول معلومة مهمة قوي. حدثت تغيرات على خريطة العالم، ركز في الكلام اللي بقوله، تغيرات على مر التاريخ. يبقى دي أول جزء في المنهج، ظهور دول واختفاء دول، اندماج دول وانقسام دول. ماشي، في القرن العشرين يبقى تعال نقف ونقسم القرن العشرين ثلاثة، أوائل ومنتصف وأواخر. أوائل القرن العشرين ده الحرب العالمية الأولى والثانية، ده اللي خدناه. منتصف القرن العشرين ده هو، ماشي، أواخر القرن العشرين بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، انهيار وانتصار، افتكرتها؟ انهيار الكتلة الشيوعية وانتصار الولايات المتحدة طبعا، أو الرأسمالية، وتفتت وانفراط واتحاد ألمانيا طبعا. ماشي، أوكي، خليني هنا بقى. في منتصف القرن العشرين ظهرت ظاهرة اسمها الاستقطاب العالمي. ممكن في الامتحان يجي يسألني يعني إيه الاستقطاب العالمي؟ أه ممكن. خلي بالك، الاستقطاب العالمي هي ظاهرة ظهرت في منتصف القرن العشرين أو خمسينيات القرن العشرين، تعني ظهور كتلتين تنازعت السيادة على العالم، الكتلة الشيوعية بزعامة الإيه؟ الاتحاد السوفيتي، الكتلة الرأسمالية بزعامة الولايات المتحدة، وظهور مجموعة دول اسمها عدم الانحياز، اللي هو ولا هننضم لدول ولا لدول، احنا مع نفسنا، ولا بننحاز لده ولا لده، ما توحدوا الله. تيجي نقولها تاني، ظهور ظهور ظهور،
تقولش قاعد في جنينه. ظهور الكتله الشيوعيه، ظهور الكتله الراسماليه، ظهور مجموعه دول عدم الانحياز. اولا تاني، طب الكتله الشيوعيه بزعمه مين؟ الاتحاد السوفيتي. الكتله الراسماليه بزعمه الولايات المتحده. طب ومجموعه دول عدم الانحياز، بص عليها كده الاجابه بسرعه. منتصف القرن العشرين او الخمسينيات دلل ظهور ظاهره الاستقطاب العالمي في النصف الثاني من القرن العشرين بما تفسر الاستقطاب العالمي بين الكتلتين. اقول له ايه؟ ظهور الكتله الشيوعيه بزعامه الاتحاد السوفيتي، ظهور الكتله الراسماليه بزعامه الولايات المتحده، وظهور مجموعه دول عدم الانحياز. المساحه الصغيره ليها سلبيات، وليها ايجابيات. المساحه الصغيره سهوله ضبط واداره الدوله، سهوله السيطره على اطرافها، سهوله التنميه والتطوير، سهوله استثمار كل الموارد. ده لو دوله مساحتها صغيره. بس بصراحه عندها عيبين. ايه بقى العيبين دول؟ يسهل اختراقها زي بلجيكا وهولندا، اختراقتهم المانيا اثناء الحرب العالميه الثانيه. افتكرت؟ طيب ممكن اسال حضرتك سؤال على المساحه، ايهما افضل في الحرب، الصين ام هولندا؟ ما تبصيش على القوه العسكريه، انا بكلمك من حيث المساحه، هدي لك المؤشر اللي هتتجه فيه. من حيث المساحه ايهما افضل في الحرب، الصين ام هولندا؟ في الحرب لا، الصين. ليه؟ عشان تبني الدفاع بالعمق، عشان ابعاد المصانع والسكان بعيدا عن المناطق المهدده بالعدوان. بينما هولندا هتودي المصانع فين؟ هتعمل العمق ازاي اذا كان هي كلها مساحتها صغيره؟ نفس الكلام قلت لك، بلجيكا وهولندا اخترقتهم المانيا اثناء الحرب العالميه الثانيه، لو كان ينفع يعملوا دفاع بالعمق كان عمل. سؤال ثاني سالته لولادي، هل يجوز لالمانيا، سوري، يجوز لهولندا وبلجيكا استخدام الدفاع بالعمق؟ ولماذا؟ ما ينفعش عشان مساحتهم صغيره. السؤال اللي بعده، طبعا واكثر تاثرا بالكوارث الطبيعيه اللي هي الزلازل، حدد اي العواصم الاتيه تم اختيارها على اساس سهوله المواصلات. بص عليها شوي يعني 20 ثانيه كده وقول لي، القاهره مواصلات، روما مواصلات، مدريد مواصلات، نواكشوط، موسكو، انقره، الخرطوم، في ثلاثه من دول على اساس المواصلات، اخترتهم ولا لسه؟ طب شوف نفسك حليت صح ولا لا. نواكشوط عاصمه موريتانيا تقع على المحيط الاطلنطي. نواكشوط موريتانيا، نواكشوط موريتانيا. طيب الخرطوم تقع على نهر ملاحي النيل. الخرطوم تقع على نهر ملاحي النيل. القاهره على فكره فيها سمات العاصمه انها بتقع على نهر ملاحي، وفيها سمات حاجات ما اتقالتش في منهجك بس انت حافظها وعارفها طبعا. مدريد ملتقى المواصلات، خلي بالك، في اسبانيا. طيب يبقى الثلاثه دول على اساس المواصلات. طب ما تيجي ناخد التانيين، القاهره عامل تاريخي، وروما نفس الكلام، انقره دفاع وحمايه، وموسكو على اساس الغالبيه السلفيه او السياده القوميه. خريطه اوروبا من الخرائط اللي تعتبر معقده شويه بالنسبه لك عشان الديتيلز بتاعتها كتير. بص على الخريطه دي، انا سايبها ملونه وحطيت عليها معلومات اللي انا عايزها، اللي انا هسال عليها. حد سياسي جبلي، ممكن نشاور عليه كده، الحد السياسي الجبلي، ايوه ده ما بين فرنسا واسبانيا، في ناس عرفته وناس لسه لسه يعني ما فاقش. ده ما بين فرنسا واسبانيا تبقى جبال ايه؟ حسيبك البرانس، ماشي. اكثر دول الاتحاد الاوروبي سكانا، بص فين رقم اتنين، انت ممكن تعرفها من غير الخريطه، الاكبر سكانا كانت المانيا والاصغر مالطا، نص مليون نسمه. طيب مرتفعات على حسب طبعا التعداد بتاع منهجك، مرتفعات شاور على ثلاثه، المرتفعات دي اسكندناوا. هو عايز يقول لي ان في تضاريس في اوروبا، واوروبا متنوعه التضاريس، فيها جبال وسهول، فحط لي المرتفعات دي وسال عليها في كتاب خارجي فحطيتها لحضرتك، مش اكتر من كده. اسكندناوا، اوكي. نهر دولي، نهر دولي ده نهر الدانوب، نهر الدانوب ليه؟ لانه جاي من النمسا ورايح ناحيه البحر الاسود، مسطح مائي. المسطح المائي ده رقم خمسة في الجزء الجنوبي من اوروبا، يبقى اكيد ده البحر المتوسط. ممكن تراجع الخريطة تاني وتجرب تحلها لوحدك، ماشي. واحد الجبال البرانس، اتنين ألمانيا، تلاتة اسكندناوا، أربعة نهر دولي الدانوب، رقم خمسة البحر المتوسط. طيب نشوف السؤال اللي بعد كده، بيقولك التطور التكنولوجي بالنسبة للحدود السياسية. التطور التكنولوجي سلاح ذو حدين، له دور إيجابي وله دور سلبي. في مرة من المرات كنت بشرح كده وقلت لولادي خلي بالك، أهم وظيفة من وظائف الحدود هي الحماية والأمن. بس وظيفة الحماية والأمن دي زادت أهميتها قوي بعد تطور التكنولوجيا؟ لأن بقى عندنا طيارات بنراقب الحدود بتاعتنا، وعندنا مراقبة جوية وأقمار صناعية، فالحدود متأمنة تمام. ما تفرحش قوي. مفيش حدود في العالم متأمنة بنسبة 100%. ليه؟ لأن في تطور في وسائل الحرب، في سرعتها ومداها وفعالية تدميرها وتخطيها للعقبات الطبيعية مثل الجبال، أدى ذلك إلى سقوط نظرية الحد الآمن. السؤال سهل،
بس في تركايه لو فهمتها الدنيا كلها سهله، لو ما فهمتهاش هتقعد تحفظ وتنسى. يا جماعه احنا بنطور الطيارات ماشي عشان نراقب الحدود بتاعتنا رايح جاي ليل نهار على الحدود عشان عمليات التهريب، والصواريخ بتاعتنا واقفه تمام التمام، بس في نفس الوقت اللي انت بتطور فيه عشان تامن في ناس بتطور عشان تغزو. فسرعه تطوير الاسلحه في الحرب والقتال في سرعتها ومداها وفعاليه تدميرها وتخطيها العقبات الطبيعيه ادى الى ان مفيش ولا حدود في العالم امنه بنسبه 100%، ولا الدول العظمى في العالم، لا كل الدول حدودها بتطور السلاح ممكن تخترق. اوكي؟ طيب تعال نشوف السؤال اللي بعده اهو. الوظيفه الاساسيه الحمايه والامن من طبعا من الاعتداءات المفاجئه. بص كده، ما نتائج تطور وسائل الحرب؟ التقنيات الحديثه ليها دور ايجابي ايوه، ودور تاني سلبي. الدور الايجابي المراقبه الجويه والاقمار الصناعيه. الدور السلبي أدى التطور الحديث لوسائل الحرب في الأسلحة حيث مداها وسرعتها وفعاليتها التدميرية تخطيها الجبال إلى سقوط نظرية الحد الآمن. لو السؤال عايز يلف الصياغة شوية أو يلخبط الطالب أو يخض الطالب، بلاش يلخبطه دي، يخض شوية، هيسأل الحتة دي. للتقنيات الحديثة متناقضات على الحدود. التقنيات الحديثة متناقضات على الحدود، فالطالب يسيب اللجنة كلها ويدور على كلمة متناقضات. يعني إيجابي وسلبي، يعني ميزة وعيب، هي نفس المعنى حبيبي، ما تتخضش الله يبارك لك. السؤال اللي بعده، العوامل الجغرافيه التي تؤثر في مستقبل خريطه العالم، في حد من ولادي سالني عليه. انتهاء، احتواء، العولمه، صندوق، سباق، وثوره، مشكله، وصراع. خدت فيه وقت لما ابني سالني عليه وقلت له هيجي لي السؤال ده. انتهاء، احتواء، العولمه، ما دام يقول لك مستقبل خريطه العالم يبقى انتهاء الصراع الايديولوجي بين الكتله الشيوعيه والراسماليه. طب امشي معايا واحده واحده. العولمه وظهور شركات متعدده الجنسيات ادت لتهديد السياده القوميه للدول. صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتدخل في السياسات الداخليه لبعض الدول. سباق التسلح خاصه في منطقه الشرق الاوسط. ثوره الاتصالات التي ادت لزياده وعي الشعوب. مشكله اللاجئين والهجره الغير شرعيه. الصراع حول موارد المياه في المناطق المهدده بمواردها المائيه. شرحت ده لما حد كلمني فمريت عليه بسرعه، السؤال ده مهم. ظلل دوله تشترك في حدودها السياسيه مع 8 دول عربيه. السؤال ده جه في امتحان من قبل كده. هو ممكن يا مستر يسألني حاجة زي كده تبقى واضحة ويبقى جايب لك في الامتحان خريطة تستعين بيها عشان تشوف الدول اللي حواليك. ففي الحالة دي ما تتخضش، أكيد مشاور لك بشكل أو بآخر. يعني أنا ممكن أقول لك دلوقتي، أنت مش قدامك أصلا خريطة مصر. كم دولة لها حدود برية مع مصر؟ فكر كده. خلاص أنا عرفت، ليه خريطة مصر مرسومة في ذهني كده، ليبيا، السودان، فلسطين. يبقى الحدود البريه 3. ايه ده، ممكن ينفع يسال على حاجه زي كده؟ لانه عارف انك حافظ خريطه مصر كويس طبعا، فبالتالي يسالك. دوله تشترك في حدودها السياسيه مع 8 دول هي السعوديه. ما المقصود بالتكتلات الاقتصاديه ومقاومات قيمها؟ التكتلات الاقتصاديه ركز كويس قوي، ايه بقى؟ درجه من درجات التكامل الاقتصادي، درجه من درجات التكامل الاقتصادي بين مجموعه من الدول المتجانسه جغرافيا وثقافيا واجتماعيا. درجة من درجات تكامل اقتصادي، كنت بقول لولادي كده وهم بيردوا عليا، درجة من درجات بين مجموعة من الدول متجانسة ايه وايه وايه؟ جغرافيا وثقافيا واجتماعيا، تربطهم مصالح اقتصادية مشتركة. ركز بالبلدي بقى، مجموعة من الدول كل دولة عندها نقص في حاجة تعوضه من الدولة اللي جنبها، نتفق مع بعض على كده، نمضي امتحان، نمضي اتفاق، نمضي، يبقى درجة من درجات التكامل، أنت تكملني وأنا أكملك. طب ما أكتبها كده في الامتحان؟ لا، عندي ده تعريف فلازم اكتبه، درجة من درجات التكامل الاقتصادي. كده أنا فهمت، اقتصادي بين مجموعة من الدول المتجانسة جغرافيا، يعني إيه متجانسة؟ يعني متشابهة، يعني جنب بعض جغرافيا وثقافيا، العادات والتقاليد، جغرافيا وثقافيا واجتماعيا، عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم، يا سلام لو بقت واحدة، تنجح التكتل. في مقاومات لنجاح التكتل طبعا، قلنا عليها حاجات وإحنا شغالين، وفي حاجات ما قلناهاش النهاردة بس قلناها في كورس المراجعة، زي إيه؟ هكتبهم لك كلهم تاني، بس ركز كده. واحد، جغرافيا يعد الاتصال الارضي اساس لقيام التكتل الاقتصادي، المقاومة الجغرافي. رقم اتنين، بشرية، حجم السكان يضمن سوق ويضمن عمالة. لو عندي سكان زي الاتحاد الاوروبي 500 مليون نسمة، اي منتج هينتج في اسبانيا، في فرنسا، في ايطاليا هيتباع. ليه؟ عدد سكان كبير يضمن سوق. عايز متخصصين هندسة، متخصصين في العمالة، متخصصين، كل العدد السكان الكبير يديلك فرصة ان الناس تشتغل وبالتالي تستثمر الموارد بتاعتك، يبقى يضمن سوق ويضمن عماله. ماشي، يا سلام بقى لو العادات والتقاليد متشابهه، خاصه لو العماله على قدر من المهاره والتخصص. اتفقنا. تعال نشوف المستوى التكنولوجي لو متقارب تعم الفائده لو متابعه تستاثر واحده دوله واحده بمزايا التكتل.
ده المقاومات الجغرافية والبشرية. طبعا المقاومات الاقتصادية والمقاومات السياسية والعسكرية مهمين جدا زي اللي انت هتشوفهم دلوقتي. ده التعريف. اوكي، بص كمان على المقاومات، ماشي، كاتبهم بشكل مبسط جدا. لو طلبهم منك في الامتحان بيبقى السؤال ده كبير عليه 4 درجات، فبالتالي حضرتك بتقدر نقسمها كده جغرافيا. بص مكتوب ايه: يعد الاتصال الارضي اساس لقيام التكتل الاقتصادي زي الاتحاد الاوروبي، بشريه، وجود حجم سكان مناسب. ممكن ده يجي سؤال لوحده، ماشي. وتحت كده المستوى التكنولوجي لازم يبقى متقارب عشان لا تستاثر دوله بمزايا التكتل. المقاومات الاقتصاديه، المواد الخام وعناصر الانتاج الاساسيه العمل وراس المال، هنا متلخصه بشكل كويس قوي. والبنيه الاساسيه اللي هي شريان التكتل الاقتصادي. السياسيه، اختلاف النظم السياسيه يؤدي الى فشل التكتل حال قيامه. طبعا المقاومات العسكريه لسه قايلها في السؤال لوحدها، لان هي بتيجي لوحدها وممكن تيجي معاهم كلهم. طيب، دلل على صدق العباره او من خلال دراستك قول لي رايك ايه، مصر افضل ولا اثيوبيا؟ في ايه يا مستر؟ في الموقع. هل موقع مصر افضل ولا موقع اثيوبيا افضل؟ ممكن تفكر هو مصر طلعت في ايه واثيوبيا طلعت في ايه؟ ماشي، مصر دولة بحرية بوجهتين واثيوبيا دولة حبيسة. عندي طالب عايز نفسه يدخل يسألني يقول لي مستر اثيوبيا دولة حبيسة وهي عندها نهر النيل. ايوه يا ابني، ما هو الدولة عشان تبقى بحرية لازم تطل على مسطح مائي مفتوح، مش مجرى مائي عذب، مش نهر. لازم يبقى بحر او محيط. اوكي، ولازم يكون منفتح على العالم الخارجي. ده عشان تبقى دولة بحرية. مصر بقى عندها مسطحين مائيين، عندها البحر المتوسط والبحر الاحمر، فهي افضل في الموقع من اثيوبيا. واقول طبعا مميزات الموقع البحري. هل يمكن لمصر ان تدخل النفتة؟ على فكره انا سالت السؤال ده من شويه على اوغندا والسعوديه. هل مصر تدخل النفتة؟ لا طبعا ما تقدرش عشان ما فيش اتصال ارضي. ما المقصود بالموقع الفلكي واهميته؟ ده تعريف موجود عندنا في كتاب المدرسه. الموقع الفلكي والموقع من حيث خطوط الطول ودوائر العرض. تاني، الموقع من حيث الموقع من حيث خطوط الطول ودوائر العرض. طب مين اهم؟ دوائر العرض، لانها تحدد المناخ العام للدوله والنشاط البشري للسكان. سهله؟ طيب، حدد شكل الدوله. بص كده، اندونيسيا، كونغو، المملكه المتحده، الولايات المتحده الامريكيه، مصر. مغتت عليك في واحده بس والباقي كله صريح. طب اندونيسيا انت فاكر شكلها؟ حدد شكل الدوله. ايوه، مجزأة بحرية. طب الكونغو مندمجة ذو بروز. المملكة المتحدة مجزأة بحرية. طب الولايات المتحدة مجزأة برية عشان ألاسكا. طب مصر مندمجة أو منتظمة؟ بص الإجابة، فهمت صياغة السؤال ممكن يشتغل معاك إزاي. والأسئلة دي خلي بالك بعض الطلبة بتخاف منها جدا، مع إنها أسئلة إجابتها كلمة وبتاخد درجة على طول. طيب، ما تقييمك لمصداقية هذه العبارة؟ أصبح العالم أشبه بالقرية الكونية، كأن العالم كله بقى قرية كونية. كلمة قرية كونية معناها إن هي متصلة بعضها البعض، خلاص دي بتديك الإشارة ناحية وسائل اتصالات. 3 كلمات عايزك ترتبهم على بعض، الله يكرمك. إيه بقى؟ 1، 2، 3. أول حاجة لما أقول لك دلوقتي حصل سرعة في تدفق المعلومات. ليه بقى مستر؟ لأن العالم كله أصبح قرية كونية، فبالتالي تدفق المعلومات بسرعة هائلة أدى إلى أن العالم أصبح قرية كونية أو كأنه كله متصل ببعض. والسبب في ذلك هو خلي بالك وسائل الاتصالات الحديثة. تقدم وسائل الاتصالات الحديثة أدت إلى، ماشي، أو تطور وسائل الاتصالات الحديثة أدت إلى، ماشي، تدفق المعلومات بسرعة هائلة عبر حدود الدول، أصبح العالم قرية كونية. فهمتها؟ أقولها كمان مرة، بص عليها كده. ما نتائج المترتبة على تطور وسائل المواصلات؟ أصبح العالم قرية كونية، أو أصبح العالم وحدة سياسية واحدة ما يعرف بالقرية الكونية. بما تفسر أصبح العالم قرية كونية أو ما يعرف بالقرية الكونية؟ نتيجة سرعة هائلة أو السرعة في تدفق المعلومات عبر حدود الدول. وحدوا الله. الاتحاد الأوروبي، ركز كده، ومجلس التعاون، أي الكتلتين ينطبق عليها مفهوم الأمة والدولة الكونفدرالية في نفس الوقت؟ ولماذا؟ خد المفاجأة دي. هو مين اللي ينفع يبقى أمة؟ اللي عندهم لغة واحدة، يبقى مجلس تعاون دول الخليج العربي. طب لماذا؟ لأن وحدة اللغة والجوار والتاريخ والثقافة كل دي حاجات واحدة، فعشان كده ينطبق عليهم مفهوم الأمة. وفي نفس الوقت عاملين مع بعض اتحاد مجلس التعاون الخليج، ماضيين مع بعض اتحاد كونفدرالي. كل التكتلات الاقتصادية اللي حضرتك شفتها تعتبر اتحاد كونفدرالي، لأن انضمام بين دولتين أو أكثر تنظمهم معاد. ماذا يحدث إذا كانت مدينة سبتة ومليلة في الصحراء؟ لسه قايل عليها من شوية وأنا بتكلم. الأهمية بتاعتهم تقل، ما تحصلش عليها مشاكل. أسبانيا
مش هتتحجج بحاجة وممكن ما تحتلهاش أصلا. أمام خريطة للهند، وضح مدلول الأرقام، وده مهم. خريطة الهند جت في امتحان من سنتين، ركز كويس. دائرة عرض رئيسية دي رقم واحد، دي مدار السرطان. رقم اتنين مشكلة سياسية طبعا، كشمير، تقع كشمير شمال غرب الهند بين أربع دول، الصين والهند باكستان أفغانستان. طيب رقم تلاتة، مكتوب عندك مشكلة ومقترحاتك لحلها تكتب مقترحات الأمم المتحدة. طبعا دي مهمة، مقترحات الأمم المتحدة، وقف إطلاق النار وسحب القوات المعتدية إلى ما قبل بدء القتال، وإجراء استفتاء محايد بضمان طبعا المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة كشمير تنضم للهند ولا لباكستان ولا تكون مستقلة. دولة داخلية رقم ثلاثة، داخلية يعني حبيسة، أفغانستان. دولة يجاورها 15 دولة، الصين. مسطح مائي، هنا ينفع أقول المحيط الهندي بس هو كاتب لي هنا بحر العرب، يبقى خليج البنغال. خليج الايه؟ البنغال. طيب ناخد اتصال. استاذ ادهم اتفضل معانا. ادهم اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا مستر؟ استاذ ادهم اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا مستر؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي، ازيك يا ادهم؟ فاكرني مقطع حبيبي. حبيبي طبعا طبعا فاكرك، انت راجل محترم. ازيك يا مستر؟ انا بتقعد قدامي في اول ديسك على طول. قول لي سؤالك حبيبي، اتفضل. سؤال، انا متصل بس اشكر حضرتك على مجهودك طول السنه، فعلا يعني صوت دايما بيرن في ودني وانا بجاوب، حتى في البيت يعني، حتى في امتحانات الشهر واي امتحان فعلا يعني. ربنا يبارك في عمرك ويفرحني بيك ويفرح اهلك بيك يا رب. انت مثال الطالب المحترم، بدليل ان انا فاكرك كويس قوي وفاكر تصرفاتك حتى مع زمايلك ومع المستر بتاعك، وكفايه ان انت تتصل تدعي لي. يعني ربنا يبارك في عمرك يا حبيبي ويبارك في اهلك اللي ربوك. وهستأذنك، كثف كثف الدعوات على قد ما تقدر. اتفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن معانا اتصال. السلام عليكم. اتفضل. كنت عايز حضرتك على حاجة. مجلس التعاون لدول الخليج العربي، المؤسسات بتاعته عمال بذاكرها بقالي فترة كبيرة، مش عارف اراجعها كويس خالص ولا اذاكرها كويس، كنت عايز حضرتك تبسطها لي. حتى هبسطها لك بس على شرط عايز تركيز عالي قوي. بص يا باشا، هي الجزئيه محطوطه في المنهج عندك بشكل غيتد شويه. أيوة. وانا بشرح دلوقتي جزئيه، قمت جاي شارح الثلاثه وحاططهم في جدول. انت كنت معانا من الاول ولا صحيت متاخر؟ لا انا جيت متاخر. عاش. طيب بص يا باشا، لو عدت الحلقه كده هتلاقي عند حضرتك جدول، صور الجدول ده وذاكر اللي انا هقوله. بس انا دلوقتي هحاول ابسط لك الامر بكلمات. بص معايا على البورد كده سريعا وهقول لك. احنا عندنا حاجة اسمها المؤسسات، اول مؤسسة اسمها ايه؟ المجلس العام. المجلس الاعلى. طيب المؤسسة التانية، المجلس، المجلس الوزاري. بارك الله فيك، الوزاري، هعتبر دي المجلس الوزاري. وهنا حاجة اسمها الامانة العام. احنا عندنا العرب دايما كل حاجة نديها اسم تاني، يعني واحد تلاقيه اسمه احمد ومتسمي فوزي او بيندهوله فوزي على اسم جده، اي حاجة يعني. المجلس الاعلى ده بيسموه ايه؟ بيسموه السلطة العليا. ماشي كده يا باشا؟ تمام. يبقى المجلس الأعلى اسمه السلطة العليا، المجلس الوزاري بيسموه الجهاز التنفيذي. بارك الله فيك، التنفيذي. يبقى أنت كده عرفت بوينت مهم. الأمانة العامة بيسموها الهيئة الإدارية الثابتة. الهيئة الإدارية الإيه؟ الهيئة الإدارية الثابتة. كده أنت مركز؟ تمام. طيب تعال نشوف كلمات كده تحفظك، بس بالله عليك تركز كويس قوي. أنا هعمل معاك حركة دلوقتي، خلي بالك. كل الناس اللي قاعده دلوقتي عندها مشاكل في الحته دي ومكسوفين يتصلوا، انما انت واد جريء. واحد اتنين تلاتة، ركز كويس. اربعة، تعيين، تسوية، مناقشة، وضع. قريت الاربع كلمات دول؟ طيب بص، الاربع كلمات دي كلمات مفتاحية هقول عليها، بس قبل ما اقول عليها اقول لك يتكون من رؤساء وملوك ست دول. شلونك، احوالك، اخبارك؟ يتكون من رؤساء وملوك ست دول. فاكر الست دول كتله واحده؟ طب قول لي اسمائهم كده ولا اقول لك؟ هقول لك انا بسرعه. السعوديه، الكويت، قطر، بحرين، امارات عمان، وسلطنه عمان. صح كده؟ صح. طيب الرؤساء والملوك بيعملوا ايه؟ تعيين، تسويه، مناقشه، وضع. حفظت الاربع كلمات دول؟ تعيين، تسويه، مناقشه، وضع. الله عليك، ممكن تقولهم وتسيب لي سبيس؟ تمام. قول. تعيين الامين العام، تسويه المنازعات حسب طبيعه الخلاف، المنافسة، مناقشة، المناقشة سوري، الميزانية، وضع السياسات العليا. مش هو اسم المجلس الأعلى، بحط السياسات العليا.
طب تيجي نعكس؟ ايه ده مستر خدتنا على اخوانا. تعيين. تعيين الامين العام. راجل. تسويت. المنازعات. حسب طبيعه الخلاف. مناقشه. الميزانيه. الله عليك. وضع. السياسات. كسبتك انا كده، كانت حته بتقع بس لحقناها صح؟ الحمد لله. تعيين تسويه مناقشه وضع. تيجي نلعبها تاني؟ نلعبها تاني. يلا تعيين. فاضيين احنا بقى. العام. الامين العام. تسويت. المنازعات. ماشي. مناقشه. الميزانيه. وضع. السياسات العليا. بارك الله فيك. تعال نلعب التانية بقى. الجهاز التنفيذي أو المجلس الوزاري نعمل إيه؟ هقول لك يا باشا، هو بيتكون من 6 وزراء خارجية، شيل دي على جنب. بيعملوا إيه الـ6 وزراء الخارجية؟ مبدئيا الـ6 وزراء الخارجية لو افترضت إن في دولتين مفيش ما بينهم علاقات يبقى وضع توصيات هادفة لتطوير العلاقات بين الدول. ماشي. طب افرض في دول في بينها علاقات، نعمل ايه؟ تشجيع الانشطه القائمه فعلا. فهمت حاجه؟ لا. سرحت يا واد. اصبر. دوله زي الامارات وقطر في بينهم علاقات، الوزراء دول شغلتهم يشجعوا العلاقات، يخلوها بدل ما يعملوا مدينه صناعيه يعملوا 3 مدن. طب افرض دوله زي قطر مثلا والسعوديه علاقاتهم مع بعض مش قوي، مين يطور العلاقات دي؟ يبقى في تطوير وفي تشجيع. تطوير العلاقات، تطوير التعاون. أيوة. تطوير التعاون والعلاقات وتشجيع الانشطه. كتاب مدرستك الظريف بقى كاتب لك ايه على تطوير التعاون او العلاقات دي؟ قايل لك وضع توصيات هادفه واقتراحات لتطوير التعاون بين الدول الاعضاء، فاهم؟ فبالتالي الطالب تاه شويه. لا خلينا احنا نقول اهي الكلمه دي هغيرها، خليها تطوير على طول. تمام. بدل وضع توصيات تطوير. تطوير. تطوير العلاقات بين الدول وتشجيع الأنشطة القائمة فعلا. هل المجلس الوزاري ده أو الجهاز التنفيذي ليه دور تاني؟ أكيد. ليه دور تاني. إيه الدور التاني؟ تعيين الأمناء المساعدين. الله عليك. اللي هم كم أمين مساعد؟ 5 أمناء مساعدين. مش هروح لدي دلوقتي، هسمع دي. أنا مش عايز الأولانية يتكون من وزراء الخارجية، سيبك منها. ماشي. لأن كده كده في المجلس الوزاري فأنت عرفتها. تطوير تشجيع تعيين. حلو قوي. تطوير تشجيع هقولها لك بطريقه سهله. تطوير العلاقات بين الدول الاعضاء، تشجيع الانشطه القائمه فعلا، تعيين الامناء المساعدين. تطوير، قول معايا، تطوير التعاون بين الدول. هايل. تشجيع، تشجيع الانشطه القائمه. تعيين المساعدين، الامناء المساعدين. الامناء المساعدين. هنا بقى برنس. ده مين؟ ده الامين العام. تمام. بيرقص الامانه العامه. هيرقص الامانه العامه لوحده؟ لا. معاه 5 امناء مساعدين، واحد للشؤون السياسيه، واحد للشؤون الاقتصاديه، واحد للشؤون العسكريه، واحد للشؤون الامنيه، واحد للشؤون البيئه. تمام. طيب خلي بالك بقى، دول مع بعض كده بيعملوا ايه؟ بيقعدوا مع بعض اعداد الخطط والبرامج لتحقيق التعاون بين الدول الاعضاء. برضو فعشان كده انت متلخبط، عمالين يخشوا في بعض، كل ما تحفظهم يخشوا في بعض، صح؟ المنظر ده كده بقى ألطف. ألطف. أنت اللطيف. عبد الرحمن حبيبي. حبيبي. على اسم ابني عبد الرحمن. ربنا يبارك فيك وفيهم وفيهم جميعا يا رب. متشكر جدا يا مستر. اتفضل حبيبي. الأستاذ راضي. أستاذ راجي. أيوة. حبيبي اتفضل. دلوقتي يا مستر أنا عارف. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا راجل؟ الحمد لله. دلوقتي مثلا عرفت ان هو في اللي هو كوميسا ملغيه، بس تعريف علينا ولا لا؟ تعريف كوميسا. بص يا حبيبي، مش تعريف الكوميسا اللي كان في درس الكوميسا، لا، اللي عند حضرتك اللي انا هقوله ده بس. يعني ايه كلمه كوميسا؟ هي دول شرق وجنوب افريقيا. شكرا. انت شفت التعليق اللي انا علقته، فعشان كده حسيت ان الدنيا ايه ده، هو الكوميسا عندنا ولا مش عندنا؟ من شويه كان في سؤال بيقول لك ان الخريطه بتاعت العالم فيها تكتلات كتير ولا محدوده؟ قلت له لا، فيها كتير قوي، زي ماستر خيط للاتحاد الاوروبي، زي النفته. هي النفته عندنا ولا مش عندنا؟ عندنا. عندنا ايه في النفته؟ تجاره حره امريكا الشماليه. عندنا ايه في الكوميسا؟ دول شرق وجنوب افريقيا. عندنا ايه في مجلس التعاون الخليجي؟ عندنا كله. مجلس التعاون الخليجي؟ لا، ده درسناه. فهمت نقصد ايه؟ بس ايه السؤال بقى؟ ولا هي ده بس الطمأنينة؟ لا طبعا، اطمئنة. لا بس ده كان عليا، ده اللي هسأله.
حبيبي يا راجل حبيبي. السؤال الأستاذة إسراء. أستاذة إسراء منين؟ من القاهرة. ما شاء الله القاهرة مكتسحة. وما إيه المحافظات نايمين ولا إيه؟ هو أنا بس كنت عايزة أشكر حضرتك على تعبك معانا، ده أول حاجة. تاني حاجة أنا كنت مذاكرة الخرايط والمفروض إن أنا تقريبا نسيتها، هي اتمحت من عندي، مش عارفة أعمل معاها إيه. مذاكرة الخرايط واتمحت من عندك؟ أه والله. طيب. أنا جاية أحل عليها مش فاكراها خالص. توتر توتر زيادة يا إسراء. بصي يا حبيبتي هدي نفسك كده واقري قرآن وصلي، هتلاقي نفسك زي الفل. بس الخرايط اللي أنا هقوله ده تنفذيه. تمام. اللي هو إيه؟ أنت عند حضرتك مجموع أكيد في الكتاب في غيره في غيره عندك خرايط بتتمرني عليها، صح كده؟ أه. في خرايط صماء عندك ولا مفيش؟ في. الخرايط الصماء سواء موجودة قدام حضرتك مكتوبة أو الإجابات بتاعتها تحت، ممكن تبصي عليها بصة بعينيكي بس. وتحددي فين مكان الدول مثلا، وبعدين تخبي الإجابة وتجربي تحلي بعينيكي وعلي صوتك بالإجابة، وبعدين شيلي كده 10 نقاط، هتلاقي إن عندك مثلا خطأ في 3، ارجعي راجعي تاني، الثلاثة دول هتجيبيهم وهتوقعي 2 تاني، معلش راجعي تاني هتوقعي واحدة بس، راجعي تاني هتثبتي المعلومة. أوكي علمي على دي صح وقلبي على الخريطة اللي بعدها. تمام. يلا أستاذة حبيبة اتفضلي. حبيبة معاكي اتفضلي. كنت عايزة أشكر حضرتك على المجهود اللي أنت عامله معانا بصراحة، يعني من أول السنة. ربنا يبارك في عمرك يا رب ويجعله خالص لوجه الله يا رب. في سؤال عندي بيقول صح ولا غلط يتميز العصر الحالي بتشابك العلاقات بين دول العالم مع ذكر السبب. ده العلاقات الدولية. العلاقات الدولية بس ده اتلغى. يعني الجزء بتاع العلاقات الدولية ده مش عند حضرتك. ممكن تقولي لي السؤال تاني بس عشان اتاكد من صيغة السؤال؟ يتميز العصر الحالي بتشابك العلاقات بين دول العالم. متشابك بس ده في الدرس الرابع الوحدة الثانية. لا السؤال ده محطوط مش في مكانه. لا لا مكانه؟ لا خالص. ماشي يا مستر اتفضلي. كويس. اتفضل يا عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك؟ اتفضل يا عمر. حضرتك كان عندي سؤال بس. اتفضل يا حبيبي. هو ما عيوب الجبال او اخذ الجبال كحدود؟ لا ركز في اللي انت بتقوله كويس. هقول لك انا عيوب المرتفعات دي في جزئية من المنهج بتاعنا، وفي عندي حاجة تانية اسمها المرتفعات كحدود سياسية، دي جزئية تانية. اوكي تمام. اسمعني كويس. عيوب المرتفعات 1 2 3 صعوبة الانتقال والاتصال بين اجزاء الدولة، إعاقة تحقيق التنمية الشاملة، تعزيز روح الانفصال زي إقليم كاتالونيا في أسبانيا. دمان. ده السؤال بتاعك. إنما أنت لمست في حتة تانية كده، دي اللي هتخليني أقول لك بقى إيه ده؟ لما يجي يقول لك الجبال كحدود سياسية، هقول له إيه؟ ظاهرة دائمة مرئية وعريضة ووعرة وقليلة السكان فتصلح للفصل بين الدول وإقامة التحصينات عليها ضد الغزو الخارجي. ما عندكش عيوب ليها كحدود، انما عندك عيوب للمرتفعات جنرال، عندك مميزات وعيوب. ايوه انا فاهم الحته دي، بس مثلا بيجي لي سؤال بيقول ان مثلا الصواريخ اسقطت فكره الحد الامن. حلو قوي. دي سقوط نظريه الحد الامن، دي بتاعت وظيفه التكنولوجيا واثرها على الحدود، اللي هو تمام. دور ايجابي ودور سلبي. انت كنت معايا وانا بقولها من شويه؟ مع حضرتك. ايوه حلو قوي. الدور الايجابي والدور السلبي، الحته دي انا قلت لك فيها لمحه كده لو عرفتها تمام. الدور الايجابي ايه؟ انا هنا بتكلم على التكنولوجيا، المراقبه الجويه، من الحدود عن طريق الطيارات المراقبه الجويه والاقمار الصناعيه، صح كده؟ طيب الدور السلبي سقطت نظريه الحد الامن. ليه؟ الحد الامن تطوير الصواريخ في مداها والسرعه، مش الصواريخ بس، كل وسائل الحرب. اسالك سؤال يقول لي انت فاهم ولا مش فاهم. تمام. الولايات المتحدة حدودها آمنة بنسبة 100%، مش دي تعتبر من أقوى دول العالم أو أقوى دول العالم على الإطلاق؟ حدودها متأمنة 100%؟ لا ما فيش حدود متأمنة 100%. كده أنت فاهم. ليه؟ بسبب التقنيات الحديثة في وسائل الحرب، سرعتها ومداها. ماشي، سؤال تاني. شكرا يا عمر. إبراهيم اتفضل. ألو. أيوه حضرتك. أستاذ إبراهيم. أيوه إبراهيم من القاهرة. اتفضل يا إبراهيم. بس حضرتك في عندي سؤالين، الاتنين خريطة. الاثنين في الخريطه. طيب انا مش هعرف اشوفها، بس اوصف لي كده وان شاء الله هوصل. خريطه ماليزيا واندونيسيا دايما بتلخبط ما بينهم، فين اندونيسيا وفين ماليزيا؟ طيب هستاذنك بس
مبدئيا كده انت عارف الاثنين في جنوب شرق اسيا صح كده؟ تمام. الاجزاء هي هم جزر متداخله، وفي بعض الجزر مقسومه جزئين، جزء تبع ماليزيا وجزء تبع اندونيسيا، فبالتالي السؤال عليها في الامتحان هيبقى امر في منتهى الصعوبه. بس انا بعلم ولادي اقول لهم ايه، حتى لو في صعوبه في دي هقول لك تجيبها ازاي. لو مشاور لك من الجنوب وحاطط السهم من الجنوب تبقى اندونيسيا، لو حاطط السهم من الشمال مجموعه الجزر اللي جنب بعض دي، حاطط السهم من الشمال او رقم في الشمال تبقى ماليزيا. ماليزيا مش عندك في المنهج، يبقى السؤال عليها شبه مستبعد. اللي عندك في المنهج هي تبقى اندونيسيا، وعندك خريطه لاندونيسيا في المنهج. اوكي؟ اللي هي وتار، فلورس، جاوا، سيمبا، وتيمور الشرقيه، وتيمور الشرقيه هي الموضوع. ماشي كده يا ابراهيم؟ تمام. بس معاك سؤال تاني؟ برضه ولا ممكن يعني؟ طب حضرتك بس اخر سؤال. طيب اتفضل. حضرتك في سؤال قال لي حدد عواصم قاره امريكا الجنوبيه وحددها على الخريطه. وجايب لي خريطه امريكا الجنوبيه. عواصم؟ اه. لا لا شكرا شكرا. ده بره المنهج اصلا. طيب استاذه يسرى اتفضلي. استاذه يسرى اتفضلي. استاذه يسرى السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. مستر معلش بس انا عندي كده سؤال بس. كذا سؤال اتفضلي بس سريعا. ما له علاقه بين افكار ارسطو في الجغرافيا السياسيه ووزن الصين السياسي، اكتب له ارسطو كله ولا ايه؟ طيب ممكن تيجي نطبق بس على وزن الصين السياسي دي. ارسطو قال لك ايه؟ قال حدد حدد ناقش ناقش صح؟ اه. حدد ايه؟ الدوله المثاليه في خمسه عناصر، عاصمه وموارد وجيش وحدود وسكان صح؟ تنطبق على الصين، تبقى الصين دلوقتي دوله عندها خمس عناصر في الدولة المثالية. طيب عندها عاصمة وعندها موارد وعندها جيش وعندها حدود وعندها سكان مش كده؟ نفس الكلام في حدد حدد ناقش ناقش تطبقي على الصين، تطبقي على الصين. دي اسمها أسئلة تطبيقية. ماشي السؤال الثاني. بيقول لي ما له علاقة بين الخصائص الثقافية ونجاح التكتلات الاقتصادية. حلو قوي. أنت عارف يعني إيه الخصائص الثقافية؟ يعني المقاومات البشرية. حجم السكان يضمن سوق ويضمن عمالة. وطبعا العادات والتقاليد المتشابهة. تنجح استمرار التكتل، كل ما التكتل ده يكون فيه عادات وتقاليد متشابهه ما بين السكان ينجحه، خاصة لو العمالة على قدر من المهارة والتخصص. أوكي؟ تمام. افتكرتيها الجزئية دي فين؟ عند مقاومات البشرية. صح. اللي بعديها يسرى. بيقول لي متى قيمة مذكرة هذه العبارة تمثلت كل إنجازات وأنشطة مجلس التعاون لدول الخليج العربي؟ ده في النموذج الاسترشادي جاوبناه قبل كده، أنت مش متابعاني يا بنتي ولا إيه؟ جاوبناه قبل كده. ماشي هقول لك عليه بسرعه. الانجازات وقلتها النهارده يظهر ان انت صحيتي متاخر. لا انا شايفه الحلقه الاول. طب عملت انا كده، قلت درع الجزيره العربيه واتحاد غرف الخليج العربي واتحاد جمركي ومشروع عمله موحده، هو بيقول لك واحده بس فيهم. اه. يبقى صح ولا غلط؟ ايوه صح. لا اقري العباره الثانيه حلوه. اقري يا يسرى. تمثلت كل انجازات وانشطه مجلس التعاون لدول الخليج في انشاء قوات درع الجزيره والاتحاد. كل الانجازات في قوات درع الجزيره واتحاد الغرف بس ولا في كمان حاجتين كمان؟ والاتحاد الجمركي بس. لا لدول مجلس التعاون. في اتحاد غرف الخليج العربي وفي مشروع عمله موحده. سؤال تاني يا يسرى. لا يا مستر شكرا. شكرا يا يسرى. طيب بص ركزوا بقى معايا يا ولادي كده في الكام سؤال اللي جايين دول، مهمين جدا. احنا حلينا مع بعض خريطه الهند. تعال نشوف دلوقتي السؤال ده. ما تقييمك لاستشعار من بعد؟ طبعا ده في اول المنهج الدرس التمهيدي، جزء مهم قوي قوي قوي. الاستشعار من بعد ده بيقول ايه؟ اجهزه تحديد المواقع والجي بي اس والتصوير الجوي والمرئيات الفضائيه، كل ده بيفيدك في ان انت تعرف معلومات اكثر دقه عن 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 الحدود السياسيه، الممرات الملاحيه، مناطق النزاعات الدوليه، ودي سهله. الانتاج الغذائي والامن القومي للدول او المعادن الاستراتيجيه وقوه الدوله. الانتاج الغذائي قلناها يجب ان يتوفر القمح والارز والذره داخل الدوله اللي تعفي الدوله نفسها من الضغوط الخارجيه خاصه في وقت الازمات، والتبعيه للدول التي تستورد منها، دي مهمه جدا. خليني اقول لك المعادن الاستراتيجيه هي المعادن التي تشتد اليها الحاجه وقت الحرب لتصنيع الالات الحربيه. ما العلاقه بين الحديد وقوه الدوله؟ ما العلاقه بين المنجنيز وقوه الدوله؟ ده اللي هيتقال. يعتبر الحديد او المنجنيز
أو الألمونيوم من المعادن الاستراتيجية التي تشتد إليها الحاجة وقت الحرب لتصنيع الآلات الحربية. طيب ده الإنتاج الزراعي ودي المعادن. اللي بعديها مدى مصداقية العبارة للجغرافيا السياسية. دايما وأنا بشرح لولادي وأنا براجع لولادي أقول لهم إيه، من ساعة ما اخترعوا المنهج بتاعكم ده ومفيش جزئية خلي بالك في قصدي امتحان سواء دور أول أو دور تاني غير لازم يجيب حتة من أهداف الجغرافيا السياسية. أنتوا بتدرسوا المنهج ده ليه؟ طيب أنا متأكد برضو أن أنتوا حافظينها. تحديد ماشي، بص، تحليل تفسير توفير حل، تحديد تحليل تفسير توفير حل، فاكرهم؟ تحديد عناصر قوة وضعف الدولة، تحليل التجمعات الإقليمية والعالمية تحليلا جغرافيا وموضوعيا، تفسير ودراسة الوحدات السياسية وتوفير البيانات والمعلومات، خلي بالك اللازمة عن لاتخاذ القرارات السياسية، وحل المشكلات. حل المشكلات دي مهمة قوي، بتيجي لوحدها الجزء الأخير ده. حل المشكلات زي مشكلة رسم حدود أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية ومشكلة طابة في مصر. مركز؟ أوكي. دولة ذات شكل مستطيل تبقى دولة منغوليا، مضيق جبل طارق، بص على الخريطة كويس. دولة ذات شكل أو موقع مركزي تبقى مصر. دولة ذات طابع جبلي اليابان، أكبر دولة روسيا الاتحادية. خبي الإجابات وجرب تشوفهم مرة تانية. الجغرافيا السياسية والجيبوليتيك ده أمر برضه في منتهى السهولة بس لازم تركز عليه. دي حاجات سهلة بس متوقعة وبتيجي باستمرار، فلو سهل عليا الامتحان هيحط لي الكلام ده. دولة اتحادية مركبة، رقم واحد البرازيل، رقم اتنين موقع استراتيجي مضيق جبل طارق، رقم تلاتة دولة وحدوية مجزأة بص عليها كده تبقى دولة اليابان، رقم أربعة دولة حبيسة حطها لي هنا السودان الجنوبي، رقم خمسة دولة مندمجة ذو بروز دي دولة الكونغو. وركز كويس، الإجابات موجودة تحت، جرب تخبي الإجابات وتحل الخريطة تاني. فرنسا قدام حضرتك البحر المتوسط في الجزء ده، وبعدين رقم اتنين محيط الأطلنطي أو خليج بسكاي، وبعدين جبال البرانس، وبعدين نهر اسمه نهر الراين. نركز كويس، دي الحلول بتاعتهم. عايز حضرتك بقى اللي قدام حضرتك دي تركز فيها كويس قوي، دي عبارة عن أسئلة أنا حطيتها كده لولادي وبقول الأذكياء فقط، خدها كده سكرين شوت وهسيبك معاها 3 دقايق وعيش معايا كده. بيقولك دلل على صحة أو خطأ العبارة اللي هي عندك دلوقتي، الصياغة بتاعتها دلل على مصداقية العبارة. كل دولة جيبية تعتبر حبيسة وليس كل دولة حبيسة جيبية. اتخضيت أنت، إيه اللي أنت بتقوله ده؟ هو ده منطق ولا ده مين ده ولا إيه ده؟ كل دولة جيبية تعتبر حبيسة وكل دولة حبيسة ليست جيبية. تأثرت حدود أوروبا بزيادة حجم السكان وبالحرب العالمية الأولى. بص عليهم واحدة واحدة كده وخلي بالك الأسئلة دي نوعيات من الأسئلة عايزة محتاجة تفكير شوية، جرب نفسك فيها وشوف أنت ممكن توصل لغاية إيه. لو عايز أقول لحضرتك كمان، الحد الجبلي أم الحد النهري؟ أيد بالأدلة، مين أفضل، الحد الجبلي ولا الحد النهري؟ طبعا الحدود الجبلية، وأقول مميزات الجبال وأقول إن الأنهار لا تصلح كحدود لأنها بتغير مجراها وهكذا. قبل ما أختم الحلقة أنا نفسي أقعد مع أولادي فترة طويلة جدا ونفسي أقول لكم على حاجة، الحاجة اللي مهمة جدا نفسي أقولها لكم. الحقيقة لما كلموني عشان أطلع في قناة الحياة في البداية كنت متردد ورفضت في الأول، وبعدين الحقيقة لقيت حاجة حلوة قوي قوي قوي، يا رب يا رب تكون واصلة للناس كلها. لما تلاقي حد من الصعيد من قنا من محافظات غير اللي انت شغال فيها بيتصل عليك ويدعي لك ويشكرك بيحسسك بقيمة الشغل وقيمة المهنة اللي احنا بنعملها. فدي حاجة أنا حبيت أشكر فيها ولادي اللي هم بيسمعوني دلوقتي، وأوصيهم بس على حاجة، إذا استفادوا يدعوا لكل القائمين على البرنامج ده لأن هم تعبوا معانا قوي قوي عشان نوصل لكم كل المحتوى وكتير قوي قوي مواقف وظروف معينة عشان نوصل في النهاية للشكل ده. اللي عايز أوصله لكم كمان إن أنتوا شدوا حيلكم كويس قوي، ومفيش حاجة اسمها امتحان صعب، في حاجة اسمها مذاكر كويس، مذاكر بشكل منظم، في حاجة اسمها عامل احتمالاتي كلها علشان أقدر أوصل للدرجة النهائية، وهو ده التارجت اللي أنا اتفقت معاكم عليه من أول السنة خالص. إن شاء الله هتقدروا تحققوه، وانتوا وعدتوني بده، وعدتكم ان مش هتخلى عنكم وهفضل معاكم، وعدتكم ان كل الاسئله اللي انتوا هتقولوها هتوصل الاجابات بتاعتها، ولسه لغايه النهارده بقول لكم في اي حاجه احطها على الكومنتات هتوصل لي باي شكل من الاشكال، هقدر اوصل لك بمشيئه ربنا وهساعدك لغايه لما تخلص الامتحان، وبطلب منك تدعي لي وتدعي زي ما قلت لك لكل القائمين على هذا العمل.
برضو منساش أشكر الناس اللي شغالين كلهم في قناة الحياة، وهم مش حاطين فرض علينا والله، ده احنا اللي بنشكرهم عشان وصلونا للناس دي كلها وخلونا نحصل على كم هذه الدعوات، وربنا يبارك فيكم يا رب ويجعله عمل خالص كله لوجه الله. اشوفكم على ألف خير. السلام عليكم.